الاحتجاجات الرافضة للإساءة لنبي الإسلام تتواصل حول العالم، وأمريكا وفرنسا تغلقان سفارتهما بعشرين دولة. منظمة العفو الدولية تتهم السلطات البحرينية بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التدخل العسكري في سوريا ليس هو الحل للأزمة السورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية. بالتزامن مع أمواج التظاهرات والاعتصامات الغاضبة في شتى أنحاء العالم المستنكرة للإساءة لمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، نظمت جمعية الثقافة الاجتماعية مهرجانا خطابيا لاستنكار مثل هذه الإساءة. المشاركون في المهرجان والذين كانوا من غالبية مكونات المجتمع الكويتي نددوا بهذه الإساءة، مؤكدين أن من يقف خلفها هي قوى الصهيونية العالمية. وسط مشاركة شعبية واسعة تمثل فيها غالبية مكونات المجتمع الكويتي، أقامت جمعية الثقافة الاجتماعية مهرجان نورك لن يطفأ نصرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله واستنكارا للإساءة لمقامه الشريف. المشاركون في المهرجان أكدوا على رفض الإساءة، مؤكدين في الوقت ذاته وقوف قوى سياسية عالمية خلفها. لا يجوز أن يتحول هذا الغضب إلى فوضى، لا يجوز أن يتحول هذا الشعور بالحزن والألم إلى يعني إثبات ما يريد أن يثبته الخصوم والأعداء للدين الإسلامي. هم يريدون أن يثبتوا بأن الدين الإسلامي دين فوضى ودين إرهاب ودين تعدي على الآخرين. نحن كمسلمين مستقصدين، إذن يجب أن نتجاوز عن خلافاتنا، يجب أن نتجاوز عن يعني ما يحاول البعض أن يثير من خلافات داخلنا حتى نستطيع أن نتفرق لمواجهة أعدائنا الحقيقيين. لا أشك قد أنمله أن من يعمل ومن هو خلف كل هذا هي الصهيونية العالمية وأدواتها التي تمتلكها في كل بقاع الأرض. عدد من المشاركين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها عدم تكرار هذه الإساءات وتوحيد الجهود الإسلامية، كما بارك المنظمون هذه المشاركة الشعبية. وإحنا إن شاء الله بدأنا التنسيق الآن، وسنسعى إلى العمل على صياغة قانون يجرم الإساءة للأنبياء وللأديان، ونحاول قدر المستطاع التنسيق على مستوى كافة يعني المعنيين في العالم لنوصل هذه الرسالة إلى الأمم المتحدة. الدول العربية والإسلامية عليها أن تتخذ موقفا، عليها أن تخاطب يعني الدولة التي يثار فيها هذا الشيء، عليها أن تقاطع هذه الجهات التي يعني تقوم بهذا العمل، وعليها أن تتلمس من الممول وتتابع هذا الممول. العمل على توحيد هذه الأمة من خلال جمع طاقات الأمة، جمع تيارات الأمة، جمع مذاهب الأمة في صف واحد في مقابل هذه التحديات هو الدور المطلوب في وسائل الإعلام الصحفية والمقروءة والمرئية والمسموعة. في قضية المحن هذا موجود، هذا هاي أصل الكويتيين، حتى لو يختلفون لكن في الأمور الأساسية وفي المفاصل راح تشوفهم متجمعين وإيدهم إيد واحدة، وهذا حقيقة دائما دور الجمعيات، جمعيات النفع العام. الشباب من جهتهم أكدوا على شجبهم للإساءة، وأكدوا على الحركات التي من شأنها نصرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. احنا وجودنا هنا في جمعية الثقافة الاجتماعية كحضور وتسجيل موقف ضد اعداء الاسلام واعداء الاسلام المحمدي الاصيل او بالاصح، فاننا نسجل هذا الموقف كشباب كويتي واعي في هذا المكان المبارك. اليوم احنا جينا كشباب نشارك في هذا البرنامج تلبية لرسول الله، لبيك يا رسول الله، هذه صيحة من عندنا، من قلبنا، من روحنا، من داخلنا، من وجداننا، ضد الآلة الإعلامية الصهيو أمريكية. بعنوان نورك لن يطفأ جاءت وقفة وندوة جمعية الثقافة الاجتماعية لاستنكار الإساءات لمقام النبي الأكرم، وبحضور عدد من الشخصيات التي تمثل غالبية مكونات الشعب الكويتي، لتقول كلمتها أننا لسنا بمعزل عن الحراك في العالم الإسلامي المستنكر للإساءة لمقام رسولنا الكريم. حمد النبهان من جمعية الثقافة
قناة الكوت. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن منتج الفيلم المسيء للإسلام والذي فجر احتجاجات عنيفة في أنحاء العالم الإسلامي أساء استخدام حقه في التعبير بهذا الفيلم. وقال بان كي مون إن حرية التعبير ينبغي صونها واحترامها حينما تستخدم من أجل أبسط مبادئ العدالة ولتحقيق مقاصد مشتركة. أما استخدام حرية التعبير لامتهان قيم الآخرين ومعتقداتهم فإنه لا يمكن احترام هذه الحرية على هذا النحو. وشدد بان كي مون على أن موقفه هو أن حرية التعبير وإن كانت حقا وامتيازا أساسيا فإنه يجب ألا يسيء أحد استخدامها بمثل هذا العمل المخزي الشائن. ما بين الفيلم المسيء والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي الأكرم توزعت المظاهرات في العديد من الدول العربية والإسلامية التي خرجت للتنديد بهذا التعدي على أشرف وأكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمرت المظاهرات المنددة بالفيلم المسيء للإسلام في عدة دول حيث خرج مئات من طلاب الجامعات الباكستانية في كل من العاصمة إسلام أباد ومدينة راولبندي المجاورة لها في مسيرات احتجاجية غاضبة، واشتبك مئات المحتجين الغاضبين مع رجال الشرطة في إسلام أباد، كما تظاهر المئات من الطلبة الأفغان في شوارع العاصمة كابول احتجاجا على الفيلم ورددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ولمنتج الفيلم، مهددين بقتل السفير الأمريكي في بلادهم إذا تكرر إنتاج أفلام مماثلة للفيلم المسيء للإسلام. وفي العراق تواصلت مظاهرات التنديد بالفيلم الأمريكي المسيء وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالب المتظاهرون الحكومة العراقية باتباع الطرق المناسبة التي من شأنها معاقبة المسيئين لشخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلى ذلك اندلعت تظاهرات جديدة احتجاجا على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي الأكرم والتي نشرتها مجلة تشارلي إبدو الفرنسية، حيث تظاهر مئات الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على الرسومات. وردد المتظاهرون الذين منعتهم عناصر الأمن من الاقتراب من السفارة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والموت لفرنسا. ما تظاهر مئات الأفغان سلميا ودون القيام بأعمال عنف أمام السفارة الفرنسية مرددين الموت لفرنسا الموت لأمريكا ليحيا الإسلام ولتحيا أفغانستان. إلى ذلك أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أندونيسيا أنها ستغلق غدا الجمعة كل بعثاتها الدبلوماسية في البلاد الأكبر من حيث عدد المسلمين في العالم. وجاءت هذه الخطوة تحسبا لتظاهرات عنيفة أخرى احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام، كما أنها تأتي بعد إعلان فرنسا إغلاق سفارتها في حوالي 20 دولة يوم الجمعة تحسبا لأعمال عنف إثر نشر مجلة فرنسية رسوما كاريكاتورية ساخرة من النبي الأكرم. في إطار استعداداتها لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني، أقامت اللجنة التنسيقية للمؤتمر ملتقى الحوار الوطني الرابع في ديوان الشيخ قبيلة بني هاجر محمد بن شبعان بحضور فعاليات دينية وسياسية وإعلامية. أجمع المشاركون في ملتقى الحوار الوطني الرابع على أن الكويت تمر بمرحلة غير مسبوقة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، معتبرين أن الحوار البناء بين أطياف المجتمع هو المخرج من الأزمة. إحنا فعلا في أمام منعطف في المنطقة وفي العالم كله، وبغض النظر ما هي القرارات التي ستتبع بعد قرار حكم المحكمة الدستورية، إحنا نعتقد أن الحوار يجب أن يستمر. الحوار يجب أن يستمر بجميع مكوناته بالشباب وجميع مكونات الشعب الكويتي. الحوار هو المخرج لما من تمر به البلد الآن من حالة احتقان. سبب ما وصلنا إليه هو عدم الحوار، لأن انتهينا أننا كل واحد قاعد يكلم نفسه حقيقة الأمر ولا يكلم الطرف أو الأطراف الثانية. الوحدة الوطنية يا أخوان لا تأتي بالكلام ولا تأتي بالشعارات، لا، تأتي بالقول والفعل وكلاهما مربوطان. ورفض بعض المشاركين لغة التخوين والإقصاء والقفز إلى المجهول التي برزت في الآونة الأخيرة. قاعد تشنج في المطالبات وقفز بالمجهول، يعني دون أن يكون هناك يعني استعداد. وإحنا مطالبين أن نهيئ الأرضية القانونية والتشريعية لهذه المطالب، لأن الكويت ليس هي ملك لنائب محضرم أو لسيم من النواب أو لسيم من الجماعة. لابد أن نحسن الظن مع بعضنا البعض عندما نطرح الآراء،
لأن وجدنا من البعض بمجرد أن تطرح رأي يخالف الكتلة على طول أنت حكومي، قبضت، استلمت، بعت دينك، بعت ضميرك. فيما رأى البعض الآخر أن الأوضاع في الكويت مستقرة مقارنة مع الدول المحيطة. إحنا إذا ناخذ الحراك العربي العام وما سمي بالربيع العربي، فإحنا أفضل الدول العربية حالا، وإحنا الناس قاعدة تقول آراءها. نعم هناك شوائب، نعم هناك بؤر توتر، ولكنها طبيعية في مجتمع متحرك. حكم المحكمة الدستورية بحد ذاته بغض النظر عن الدخول بالتفاصيل ووجهات النظر مفخرة نفتخر فيها أمام العالم، ليأتي حكم يلغي مرسوم أصدر صاحب السمو. مؤتمر الحوار الوطني والذي يقام في 8 أكتوبر المقبل يأتي ليجمع كل أطياف المجتمع الكويتي تحت سقف واحد بهدف دعم الحوار البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية. بعد أسبوع من افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الأمراض السارية، افتتح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الجهراء، كما سيفتتح العبيدي وحدة العناية المركزة في مستشفى العدن قريبا. بعد أسبوع من افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الأمراض السارية، افتتح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الجهراء، كما سيتم افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى العدن قريبا. المركز مزود بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية لمراكز العناية المركزة، ويحتوي على 14 سرير وغرف عزل حراري للحالات المؤدية، ليبلغ بذلك عدد الأسرة في المركز 29 سريرا بهدف سد النقص في المستشفى. العناية المركزة التي تم افتتاحها اليوم في مستشفى الجهرة تم إنشاؤها وفق المعايير العالمية لإنشاء مرافق العناية المركزة، وكما ذكر الدكتور صلاح تقي رئيس العناية المركزة بأنه تم أخذ معايير الوثيقة البريطانية في إنشاء هذه العناية. وحدة العناية المركزة تعد من أهم المراكز الحيوية والخدمية في المستشفى، كونها تتعامل مع حالات تتطلب عناية أكثر من الحالات الطبيعية. كانت الوحدات القديمة مو بس في مستشفى الجهرة، ولكن النظام القديم كان المرضى مفتوحين على باب تمريض المريض، العناية في المريض، يكونون طبعا المرضى قريبين على بعض، فإذا لا سمح الله صار أي نوع من بيئة تغيرت على مريض تأثر على البيئة على المريض القريب عليه. تشاهدون بعد الفاصل. الصحف تنشر الاعترافات. أهلا بكم. قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية تنتهك بشكل صارخ التزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان، وقالت المنظمة إن تعهدات البحرين بالقيام بإصلاحات لا تزال جوفاء، مطالبة الحكومة البحرينية بإلغاء الأحكام التي لا تزال تستخدم في تجريم الممارسات السلمية. في واحد من أقوى ردود الفعل الدولية حول الأحداث التي تشهدها البحرين منذ عامين، قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية تنتهك التزاماتها الدولية حول حقوق الإنسان بشكل صارخ من خلال الاستمرار في فرض قيود واسعة على الجمعيات السياسية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في مظاهرات سلمية. وقالت المنظمة أن قيام حكومة البحرين بتنفيذ التوصيات هي خطوة عاجلة لمعالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أن استعراض الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في البحرين سيكون ممارسة جوفاء إذا لم تنفذ البحرين هذا الأمر وتعمل بشكل حقيقي على تنفيذ التوصيات. وقال مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر: لقد شهدنا قيام البحرين بالتعهد بالإصلاحات أمام الساحة العالمية بعد تغرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شارك فيها محققون دوليون، إلا أن الحقيقة المحزنة هي أن مثل هذه التعهدات لا تزال وعودا جوفاء دون تنفيذ حقيقي يدعمها. وأشار إلى أن تحقيق توصيات الأمم المتحدة وتنفيذ التغيير الحقيقي يمثلان الخطوة الأولى على طريق معالجة الوضع المتردي لحقوق
حقوق الإنسان في البحرين. من جهته قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن حكومته ترحب بالتعبير السلمي عن المعارضة، لكنها لا تقبل التحريض على الكراهية والعنف الذي يدمر النسيج الاجتماعي للبلاد، معلنا موافقة حكومته على 90% من التوصيات التي أعدتها الأمم المتحدة في مايو الماضي. من جهته قال الوفد الأهلي البحريني المشارك في اجتماعات جنيف إن السلطة في البحرين تعيش مأزقا حقيقيا أمام المجتمع الدولي، كما طالب الوفد الأهلي بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين والإفراج عن جميع المعتقلين. استشهد اثنان من قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة وأصيب ثالث بجراح خطيرة بعدما استهدفت طائرة إسرائيلية السيارة التي كانت تقل لهم قرب مدينة رفح على الحدود مع مصر. وقال مسؤولون من حركة حماس إن الهجوم الذي وقع بعد حلول الظلام أدى إلى مقتل اثنين من المسؤولين عن الإشراف على الأنفاق والتي تستخدم في جلب السلع إلى غزة ومنها عبر الأراضي المصرية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف من زعم أنهم نشطاء الإرهاب المتورطين في تهريب المتفجرات إلى غزة من مصر وفي نقل مفجرين انتحاريين إلى مصر التي يعتزمون استخدامها قاعدة لمهاجمة إسرائيل. نشرت صحف إماراتية عدة على صدر صفحاتها اليوم الاعترافات التفصيلية لعدد من الأشخاص تم القبض عليهم، يؤكدون فيها قيامهم بتأسيس تنظيم عسكري بهدف الاستيلاء على الحكم. الصحف أشارت إلى أن غالبية المشاركين في التنظيم هم من المنتمين للإخوان المسلمين. كشف تقرير إخباري نشرته عدة صحف إماراتية إن 60 شخصا اعتقلتهم السلطات الأمنية يشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، أدلوا باعترافات تفصيلية تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الموقوفين الذي بدأ القبض عليهم في شهر يوليو الماضي أقروا بأنهم وجدوا في أحداث الربيع العربي فرصة ملائمة لنشاطهم وأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين. وقد وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين 4 اتهامات هي إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع. وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم تلقى دعما من دولة خليجية لم تسمها يصل إلى 3 ملايين دولار. يشار إلى أن الإمارات إحدى أغنى دول العالم لم تشهد أي احتجاجات شعبية أثناء ثورات واحتجاجات الربيع العربي في 2011. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها بعد الفاصل. إدانة إيطالية للمخابرات الأمريكية. أهلا بكم مجددا. تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية الجهود المحلية والدولية للوصول إلى حل عملي للأزمة السورية. فعلى المستوى الدولي كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن بداية تشكل استراتيجية جديدة لحل الأزمة السورية. وعلى الصعيد الداخلي أعلنت وزارة المصالحة الوطنية استعدادها لتسوية أوضاع كل مواطن تورط بالأحداث الأخيرة بمن فيهم من حمل السلاح. محاولات دائبة على المستويين المحلي والدولي لبلورة خطط قابلة للتطبيق على الأرض لحل الأزمة السورية. فعلى المستوى الدولي كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أنه والمبعوث الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قد يكون لديهما استراتيجية لحل الأزمة السورية عندما يجتمعان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك السبت المقبل. وأكد مون في مؤتمر صحفي أنه يتعين على قادة ورؤساء حكومات الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك
الأسبوع المقبل العمل على التوصل إلى موقف موحد لإنهاء الصراع في سوريا وتلبية الحاجات الإنسانية للشعب السوري. وشدد مون على أن التدخل العسكري ليس هو الحل لإنهاء الصراع في سوريا. عندما يجتمع قادة وزعماء ورؤساء حكومات وكبار المسؤولين من 123 دولة في العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الوضع في سوريا سوف يكون على رأس قائمة القضايا والموضوعات التي سيتم النظر إليها ومناقشتها، وكذلك توفير الدعم الكامل للمبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي في مهمته لوقف الصراع الدائري في سوريا. في المقابل وعلى المستوى الداخلي، أكد الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن القوات السورية الحكومية تحقق تقدما منتظما ومضطردا على الأرض، لافتا إلى أن العملية السياسية في بلاده بدأت تتبلور وستظهر نتائجها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن إعادة الأمن والأمان هو المدخل نحو التحسين للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين السوريين. العمل العسكري يتقدم وبشكل مرض إلى حد جيد، وهذا كلام الاختصاصيين في الموضوع، وأنا لن أدخل في تفاصيله لأنني لست مختصا في المسألة العسكرية، ولكن أقول أن التقارير التي تصلني وأنا أطلع عليها تقول بأن التقدم مرض وجيد، وأننا يمكن أن نلمس نتائج ملموسة خلال أقل من شهر من الآن، وهذا يعني نتمنى أن يكون يعني وعدا وقادرون على إنجازه. ميدانيا، نفى العراق تقريرا لأجهزة مخابرات غربية قال إن إيران استخدمت طائرات مدنية لنقل عسكريين وكميات كبيرة من الأسلحة عبر المجال الجوي العراقي إلى سوريا لمساعدة الرئيس بشار الأسد. إلى ذلك قالت وزارة الإعلام السورية إن الطائرة الهليكوبتر العسكرية التي تحطمت قرب العاصمة دمشق اصطدمت بذيل طائرة ركاب على متنها 100 شخص، لكنها هبطت بسلام ولم يتضرر أي من الركاب. في إدانة واضحة لممارسات الإدارة الأمريكية ضد المسلمين، أيدت المحكمة العليا الإيطالية الأحكام الصادرة بالسجن 7 سنوات ضد 22 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وأحد ضباط سلاح الجو الأمريكي في قضية اختطاف إمام مصري بمدينة ميلان عام 2003. في حكم هو الأول من نوعه، أيدت المحكمة العليا بإيطاليا الأحكام الصادرة بالسجن 7 سنوات ضد 22 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وأحد ضباط سلاح الجو الأمريكي في قضية اختطاف إمام مصري بمدينة ميلان عام 2003. وقالت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتان إن هذا الحكم يفتح الطريق لتسليم المتهمين الأمريكيين المحكوم عليهم غيابيا، لكن الخبراء القانونيين يقولون إنه من غير المرجح أن تبدأ الحكومة الإيطالية في تحريك الإجراءات قريبا. وقالت نيويورك تايمز إن أهمية هذه القضية تأتي من كونها الأولى في العالم التي تتفحص بدقة وتدين قانونيا برنامجا أقرته الإدارة الأمريكية عام 2001 وتقوم بمقتضاه بعمليات اختطاف لأشخاص تشتبه الولايات المتحدة في صلتهم بأعمال إرهابية، ثم ترحيلهم إلى بلدان تنتشر فيها ممارسات التعذيب للحصول على اعترافات منهم. وكان الإيطالي أسامة مصطفى حسن نصر المعروف بأبي عمر الذي اختطف في 17 فبراير عام 2003 عندما كان في طريقه إلى المسجد بمدينة ميلان الإيطالية قد تقدم بشكوى للسلطات الإيطالية. وقال النائب العام إن أبا عمر أخذ إلى قاعدة جوية أمريكية بإيطاليا ورحل جوا إلى ألمانيا ثم نقل إلى مصر حيث تعرض للتعذيب ثم أفرج عنه لاحقا.
وأدانت محكمة ابتدائية الأمريكيين عام 2009 وأيدت محكمة استئناف الحكم الأولي عام 2010. وقال ممثل النيابة إنهم ينتظرون حاليا ما إذا كانت الحكومة الإيطالية ستطلب تسليم الأمريكيين المدانين. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذه القضية أثرت سلبا على العلاقات الأمريكية الإيطالية وأثارت اتهامات ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بانتهاك القانون الدولي، كما أثارت أسئلة حول من يستحق التمتع بالحصانة الدبلوماسية من الموظفين الأمريكيين العاملين بالخارج. وصلنا معكم لنهاية النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم العناوين. الاحتجاجات الرافضة للإساءة لنبي الإسلام تتواصل حول العالم، وأمريكا وفرنسا تغلقان سفارتهما بعشرين دولة. منظمة العفو الدولية تتهم السلطات البحرينية بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التدخل العسكري في سوريا ليس هو الحل للأزمة السورية. لمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على التويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. دمتم في أمان الله وحفظه.